أنت شاركت وكنت كشاب ملحد تشارك في هذا البرنامج. ليه؟ كيف كانت ردة فعلك لما طلب منك أنك تغادر البرنامج؟ كيف كانت حالتك؟ اتصدمت، كنت مخضوض، ما كنتش عارف ليه كده أصلا. يعني ما عملتش أي حاجة ممكن تخلي، يعني أنا بس مش مصدق، بس يعني حاجة مش مفروض تخلي أي حد يتضايق بالطريقة دي. يعني ما كنتش عارف ممكن أعمل إيه عشان أخلي الموقف ده يبقى أحسن. طب لماذا لم ترد على الشيخ، ولماذا لم ترد أيضا على المذيع؟ هو طريقة الكلام كانت مش، يعني مش طريقة حوار أو طريقة كلام ممكن الواحد يعرف يتناقش بيها ويوصل لحاجة كويسة. يعني الموقف كان، يعني لما هنزعق مفيش أي حاجة هنستفيدها. خلينا نسأل محمود يلي هو كان مقدم البرنامج. محمود، يعني شو تعليقك على كلامه؟ شعر انه اعتبرته مثال سيء، تم تقييمه، شو ردك؟ عزيزي جعفر، اولا ارحب بيك وبالسادة المشاهدين. اولا محمد لما جاء ضيف احنا فكرنا ان نعمل حلقة عن الالحاد. استضفنا شاب هو قال ان انا عندي افكار، يعني تواصل مع فريق الاعداد وقال انا عندي افكار كتيرة جدا وعندي وجهة نظر حابب نوصلها. استضفناه وكان معنا الدكتور محمود عاشور وكيل الازهر، وكنا عندنا يعني الهدف من الحلقة ان احنا نناقش موضوع بدأت في جزء بسيط من الشباب المصري يتجه لظاهرة الالحاد، فقلنا نناقشهم في افكارهم ونشوف. لما بدأت الحلقة لقينا محمد عبارة عن شاب مرتبك، ما عندوش أي نوع من الفكر إن هو يقدمه للمجتمع، ما عندوش أي حاجة ممكن يفيد بها المجتمع. تاني حاجة تطرق لقضايا غريبة جدا. لكن محمود، ماذا تقصد بأنه ليس لديه شيء يفيد؟ يعني من يقرر إذا كان مفيد للمجتمع أو غير مفيد للمجتمع؟ ما عندوش حاجة يقدمها، وبدأ يتكلم في نظريات بيولوجية وحاجات المشاهد العادي مش هيفهمها. يعني دخل يتكلم في نظريات عن الكون وخلق الكون وحاجات احنا بنتكلم في برنامج الشرع المصري، في برنامج بيشاهدوا الملايين. ولكن من محمود، المصريين من يقرر برنامج؟ يا جعفر اسمعني، ما انا بقول لحضرتك البرنامج بيشاهدوا الملايين من المصريين والعرب، هم عامة الشعب وعامة المجتمع. بدأ يتكلم في افكار بيولوجية لا تؤثر، يعني عامة الشعب مش هيفهمها. لماذا قمت بطرده؟ لماذا لا تدعه يتكلم؟ يا صديقي العزيز، نعم. احنا بدأنا محمود الحلقة، نحن زملاء اليوم، لسنا أصدقاء، نحن زملاء. أهلا وسهلا فيك يا جعفر. هو أهلا بيك يا جعفر. هو لما بدأ الحلقة بدأ إن هو عنده أفكار، هو جاي الحلقة دي عشان عنده أفكار مجموعة من الملحدين، جاي يعبر عن رأيه. هو ما تكلمش في أي فكر إلحادي يوصل حاجة تفيد المشاهد، ما تكلمش عن أي معلومة، لم يقدم ثمة شيء تفيد. طيب المشاهد الذي يتابعنا عبر الشاشات. طيب لكن محمود، سؤالي واضح جدا، شاهدها المشاهدون أيضا، شاهدناها الآن، تقول له بنصحك تروح الأمراض العقلية. تمام، وأنا ما زلت مصر على رأيي أن محمد هو إنسان مرتبك جدا، ونصيحتي ليه ولكل الملحدين الذين يشبهونه في كل التصرفات أن يتجهوا إلى مستشفى الأمراض العقلية. ومستشفى الأمراض العقلية ليست جريمة. طيب، فهو مرض عادي زي كل أمراض، يعني طيب مرض النفسي هو مرض طبيعي جدا. طيب محمد، أنا لما بقول يتجه أو أكلم حضرتك أنه يتجه لمستشفى الأمراض العقلية أنا بصر على ذلك. برضو أقول لحضرتك حاجة، لديه هو حق هو الرأي، بينكر. نعم، ولكن يعني هنا يبدأ موضوع حرية الرأي والتعبير. لديه حق الرأي أن يعبر عن رأيه. لماذا قررت؟ لماذا قيمت؟ يعني أنت على أي أساس محمود، على أي أساس، أي إثباتات علمية قررت أن تقول بأنه مريض نفسي؟ ما الدليل على كلامك؟ من خلال التصرفات. لكن هل أنت طبيب؟ الارتباك الواضح على شخصيتك. لكن هل أنت طبيب؟ أنا لست طبيباً، أنا مقدم. كيف باستطاعتك تشخيص مرض؟ كيف باستطاعتك تشخيص التصرفات؟ التصرفات
التي حدثت أمامي من قبل بداية الهوى وحتى أثناء الهوى، تصرفات كلها فيها نوع كبير جدا من الارتباك. هذا الشاب ليس واثق من نفسه، ليس واثق من أفكاره. طيب. هو لو على صواب أكيد كان يتقدم ويحضر البرنامج بثقة كاملة، لكنه لم يقدم ثمة شيء. ولكن محمود، هل أنت مقدم البرنامج أم القاضي أو الطبيب؟ يعني أنت كنت ضيف نفسك؟ أنا لست قاضيا أو طبيبا، أنا مقدم البرنامج. طيب. لكن أنا لما تكلمت وحكمت، حتى إذا كنت اعتبرت حكمت على التصرفات.